لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وده ينكر بعقله، يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقول البشر. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل. حلقتنا النهاردة معركة أين الله الجزء 32، وما زلنا مستمرين في نقل وقائع وأحداث معركة أين الله. وعنوان حلقتنا شيخ الأزهر يحرف السنة. شوفنا في الحلقة اللي فاتت فيديو مقدم البرنامج سأل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، قد يسأل ملحد أين الله؟ أين هو الله؟ وبدل ما الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب يقول لمقدم البرنامج مفيش ملحد أصلاً يؤمن بوجود الله علشان يسأل عن مكانه، قال له السؤال يتعلق بالموجود الذي لابد له من مكانه وزمان ووقت وبدء ونهاية. وكان المفروض أن الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب يقول السؤال ده بيدل على إيه؟ على إيمان أو على الإيمان، لأن أول واحد سأل السؤال ده هو رسول الإسلام نفسه. كان سؤالنا، هل الرسول ملحد؟ أو بمعنى أصح، هل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بيعتبر رسول الإسلام ملحد لأنه سأل أين الله للجارية؟ ونعيد الفيديو عشان نفتكر مع بعض ونشوف الفيديو اللي جاي. طب امتداداً يا مولانا لهذه الأسئلة الوجودية، قد يسأل ملحد أين هو الله؟ أين هو؟ يا سيدي تسأل برضو نفس الشيء، هذا السؤال يتعلق بالموجود الذي لابد له من مكان وزمان ووقت وبدء ونهاية. الموجود الذي له هذه الصفات تسألني عنه، يعني المحاط بهذه الصفات أو هذه السمات الوجودية، بهذه التحديدات بهذه التحديدات. ونكمل مع حضراتكم ونشوف شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وهو بيتكلم عن سؤال رسول الإسلام للجارية أين الله، ونكتشف مفاجأة قالها ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي. فإذا أن تقول أين الله، هو النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية التي أراد يعني جاءت تسلم فقالها أين الله، فقالت في السماء، فقال أنها مؤمنة يعني. وزي ما شفتوا حضراتكم الإمام الأكبر شيخ الأزهر دكتور أحمد الطيب بيقول هو النبي سأل الجارية التي أرادت يعني جاءت تسلم، والحقيقة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بيقول حاجة ما حدش قالها خالص من علماء المسلمين، لا الوهابية الحنبلة ولا حتى الأشاعرة نفسهم اللي بيمثلهم شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ما قالوش الكلام ده. ما حدش من علماء المسلمين قال إن الجارية كانت كافرة أو مشركة وراحت لرسول الإسلام علشان تسلم، الجارية دي كانت بترعى غنم لأحد الصحابة. هل من المعقول يا شيخ الأزهر إن الجارية دخلت المدينة وهي مشركة وراحت لصحابي واشتغلت عنده وبترعى غنم وهي مشركة وبعدين فجأة كده ضميرها صحي وقالت أروح أسلم؟ وأنا أسفة يعني لو أسأل السؤال ده للإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، هو ليه حضرتك بتدلس وتحرف معنى الحديث؟ حضرتك بتمثل أكبر مؤسسة دينية في العالم العربي والإسلامي، والمفروض إنك بتحارب اللي بيدلسوا ويحرفوا الإسلام. أنا يعني أو إحنا كأنا ومشاهدينا اللي بيتابعوني عاوزين مرجع واحد بس بيقول كلام شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب، إن رسول الإسلام سأل الجارية التي أرادت يعني جاءت تسلم، مرجع واحد ولو حتى كان في حديث ضعيف. هل أعزائي المشاهدين مستوعبين إن الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ممكن يحرف السنة؟ ليه يا شيخ الأزهر بتدرس وبتحرف الإسلام؟ هل عشان تخالف غلاة الحنبلة الوهابية اللي انت بنفسك قلت عنهم انهم نجسوا مذهب الإمام أحمد بن حنبل وغيروه كما يغير ماء البحر؟ شوفوا معايا وهو بيقول الكلام ده في الفيديو اللي جاي. حتى كانوا يسمونهم غلاة الحنابلة، وده ليها تاريخ، يعني فيه جماعة من غلاة الحنابلة من المذهب الحنبلي فعلا بشروا بهذا، ولكن تمسحوا بمذهب السلف، وهناك مؤلفات من الحنابلة أنفسهم أرشدونا ونبهونا إلى أن لا تصدقوا هؤلاء لأنهم لا ينتمون إلى الإمام أحمد بن حنبل، وإنما هؤلاء حتى قالوا كلام أنا لا أستطيع أن أقول أصلا فيهم، وكيف أنهم نجسوا هذا المذهب أو غيروا هذا المذهب كما يغير ماء البحر. وزي ما شفتوا شيخ الأزهر قال إن الحنابلة الوهابية نجسوا هذا المذهب أو غيروا هذا المذهب كما يغير ماء البحر، وعاوز أقول إن حضرتك
نجست هذا المذهب الأشعري زي ما حضرتك قلت على غلاة الحنابلة الوهابية، لكن حضرتك بقيت زيهم وغيرت مش في المذهب الأشعري وبس، لا ده انت غيرت في الإسلام نفسه وبتحرف السنة نفسها وحرفت الحديث الصحيح الموجود في صحيح مسلم. أعزائي المشاهدين، لو أي حد بيحضر برنامج وهيقدمه لازم يكون قارئ للموضوع كويس ومرتب الأسئلة مع مقدم البرنامج قبلها، مش بيرتجل في الكلام. وحتى لو يعني هيرتجل، ده مين؟ ده الإمام الأكبر لأكبر مؤسسة دينية، يعني المفروض فاهم هو بيقول إيه. شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، حضرتك قصد التدليس في حديث الجارية، لأنه مستحيل هتكون جاهل بالحديث الموجود في صحيح مسلم. وعشان أؤكد لحضراتكم الكلام ده، هنشوف أحد شيوخ الأشاعرة في سوريا الشيخ الدكتور نبيل الشريف وهو بيقول إيه عن الحديث ده، ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي. حديث الجارية هو حديث رواه مسلم، فيه أن صحابيا كان عنده جارية صكها في وجهها، ضربها في وجهها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما حصل، فقال له الرسول ائتي بها، هكذا الرواية، فجاء بها فقال لها الرسول في هذا الحديث أين الله؟ فقالت في السماء. زي ما شفتوا حضراتكم، الشيخ الأشعري الشيخ الدكتور نبيل الشريف بيقول إن حديث الجارية هو حديث في صحيح مسلم بيحكي قصة صحابي لطم جريته على وشها، فندم الصحابي على اللي عمله مع الجارية. يعني الصحابي اللي راح لرسول الإسلام، مش الجارية اللي راحت للرسول عشان تسلم زي ما قال الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب. وهنشوف مع حضراتكم الأشعري الدكتور نبيل الشريف وهو بيكمل القصة طبعا بشكل سريع، ونشوف مع بعض. فقال له الرسول ائتي بها، هكذا الرواية، فجاء بها فقال لها الرسول في هذا الحديث أين الله؟ فقالت في السماء. وزي ما شفت حضراتكم، الشيخ الأشعري الدكتور نبيل الشريف وهو بيقول إن الرسول قال للصحابي ائتي بها، يعني روح وجيب الجارية، مش الجارية اللي راحت لرسول الإسلام وأسلمت زي ما قال الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب. ونعيد فيديو تدليس شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب في الحديث مرة تانية، ونشوف مع بعض. فإذا أن تقول أين الله، هو النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية التي أراد يعني جاءت تسلم فقالها أين الله، فقالت في السماء، فقال أنها مؤمنة يعني. وزي ما حضراتكم شفتوا، شيخ الأزهر اللي المفروض أن يكون أمين في كلامه، وخصوصا أنه بيمثل أكبر مؤسسة دينية في العالم العربي والإسلامي، وأن ملايين المسلمين بتشوفه، بيدلس على المسلمين ويقول أن النبي سأل الجارية التي أرادت يعني جاءت تسلم، فقال لها أين الله؟ فقالت في السماء، فقال إنها مؤمنة. يا شيخ الأزهر، يا دكتور أحمد طيب، التدليس ده مقصود؟ أنا مش قادرة أقول إنك جاهل أو إنك تجهل الحديث، لأنك لو تجهله هتكون المصيبة أكبر، ولا لأنك متأكد من جهل المسلمين بالإسلام فبتاخد راحتك في التدليس. نتأكد من الحديث لما الصحابي جاب الجارية لرسول الإسلام والرسول سألها أين الله؟ قالت في السماء. وهنشوف مع حضراتكم الشيخ الفوزان وهو بينقل لنا رد الرسول الإسلام على الجارية، ونشوف مع بعض. الرسول قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة. وزي ما شفتوا، الشيخ الفوزان قال رسول الإسلام قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة، يعني لو كان كلام شيخ الأزهر صحيح كان رسول الإسلام قال اعتقها فإنها مسلمة، مش اعتقها فإنها مؤمنة. وسؤالي للإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب، هل الجارية كانت مؤمنة وبعدين أسلمت؟ يعني كل الكفار اللي كانوا بيعبدوا الأصنام ومنهم كفار قريش، دول بيعتبروا مؤمنين؟ يعني مفيش فرق بينهم وبين الصحابة، لكن الصحابة أفضل منهم لأنهم راحوا للرسول وأسلموا. خليني أفكرك يا شيخ الأزهر بآية قرآنية تفرق بيها الإيمان عن الإسلام، وهي سورة الحجرات 14. قالت الأعراب أمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. في فرق بين الإيمان والإسلام يا شيخ الأزهر، الجارية كانت مسلمة أصلا والرسول حكم بإيمانها علشان تعتق، معقولة إمام أكبر مؤسسة دينية ما يعرفش الفرق بين الإيمان والإسلام؟ إزاي تدلس في حديث موجود في صحيح مسلم، وإزاي تغير المتن بتاعه وتقول الجارية أرادت أن تسلم وراحت لرسول الإسلام، ولا التدليس كان مقصود؟ وبتستغل جهل المسلمين وبتنشر تدليسك في قناة فضائية بيسمعها ملايين. وده سؤالي اللي بسيبه معاكم، لماذا دلس شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في السنة؟ وتابعوني الحلقة الجاية
عشان نكتشف مفاجأة هيقولها شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وألتقي بكم في الحلقة القادمة. لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. ما أنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وده ينكر بعقله، يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقول البشر.